بتكلمه. انا اديني يعني صفحه تقريبا مختصه فيه كلمه كلمه. ايه ايجابيه اجمالا يعني بجرب اوصل للتفاؤل بالحياه. بحب اعطي حب حتى لو الاشخاص يعني بتستاهل او ما بتستاهل، بقول بعطيهم اخذوا اخذوا ما اخذوا مش غلط يعني برجع باخذهم معي وقت. وبحبه لهالبلد، بعتبر حالي نوعا ما من الاشخاص يلي عندهم انتماء وطني باختصار، بس ما عم بيرد لي اياه الوطن يعني مش متبادله شكلها. ان شاء الله بتصير متبادله كل هيدا الشيء يعني اخذنا معلومات اليوم. يا اهلا وسهلا.